رجع بابا. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، ونستعرض نحن وإياكم هذه السيارة الذكية التي هي سيارة من النوع الذكي ومن الطراز العالي جدا، التي عززت أسطول سيارات الأمن الوطني. كما كتشوفوا معنا لقيت إعجاب كبير من طرف زوار المعرض وأيضا من طرف زوار الأبواب المفتوحة، الذي أدهشوا لضخامتها، وأيضا تسمى سيارة جيات التي يطلق عليها البعض الوحش النظيرة، ما تتميز به من دقة وذكاء ورصد المركبات المطلوبة للعدالة وقراءة بصمة الوجوه وغيرها من الخصائص التي تجعلها فريدة من نوعها، وأصبحت ربما المغرب أول دولة تتوصل بها على مستوى المغرب وشمال إفريقيا. كما كتشوفوا معنا على المباشر إعجاب كبير لزوار الأبواب المفتوحة بهذه السيارة التي تدعى جايت، ويطلق عليها اسم الوحش بطبيعة الحال، نظير ما تتميز به من دقة وتحكم، وأيضا فهي مزودة بالعديد من الكاميرات الذكية، وهذه بطبيعة الحال هي سيارة ذكية ودخلت إلى المغرب حديثا في إطار السياسة التي تتبعها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تجريب من طرف المديرية العامة للأمن الوطني مدة 6 أشهر، وتدخل في إطار الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة. فهذه السيارة فهي إماراتية 100%، تم تصنيعها بين شركات دبليو موتورز وشرطة دبي. كما كتشوفوا فهي تلقى طبيعة الحال واحد إعجاب كبير جدا من طرف زوار المعرض ومن طرف زوار معرض الأمن الوطني. كما كتشوفوا معنا على المباشر فكما قلت فهذه السيارة تم عرضها في إطار تجديد أسطول المديرية العامة للأمن الوطني. كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا الشريط اللي كنرصد لكم من خلاله بطبيعة الحال، فكتشوفوا سيارة جيت أو الوحش التي أثارت إعجاب زوار الأبواب المفتوحة. كما قلت فهذه السيارة بطبيعة الحال فهي تتوفر على 13 كاميرا المراقبة، منها 11 كاميرا تمكن من التصوير خارجي عن تلقيط صفائح السيارات المخالفة أو السيارات المنبوذة عنها في الوقت نفسه، وتنبه السائق المخالف وترسل إنذار لقائمة القيادة مجهزة بالإنترنت. هذه أيضا من خصائص ديال هذه السيارة اللي هي سيارة الوحش بطبيعة الحال، ويمكن الاطلاع على كل ما يقع بها داخل مركز القيادة، كما تتوفر أيضا على نظام تحكم المكان أو ما يسمى بي جي بي إس. فاللهم بارك، فهي سيارة من النوع الرفيع والنوع الذكي جدا، وتزويد المديرية العامة للأمن الوطني بمثل هذه السيارة سيمكن من ضبط الجريمة وأيضا ضبط المجرمين المخالفين للقانون وفق ما تتميز به من دقة وتحكم، وأيضا بأنها سيارة ذكية. كما كتشوفوا أنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الكاميرات التي تتوفر عليها هذه السيارة الذكية، فهي مزودة ب 13 كاميرا مراقبة وتمكن من التقاط صور الأشخاص وأيضا
المركبات المخالفة كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال، فهي من السيارات الذكية والحديثة والمزودة بتكنولوجيا عالية اللي كتمكنها من رصد المخالفات وكل الأشياء التي تقع كما قلت. فالكاميرا ديالها بطبيعة الحال مزودة بكاميرات في جانبها ب 180 درجة تمكن من تنقيط المواطنين عن طريق صورة الوجه من خلال تشخيصها، ويمكن أيضا أن تتوفر على قاعدة بيانات محلية وقاعدة بيانات في مركز القيادة. وهذه كلها من خصائص هذه السيارة التي تدعى جيت أو السيارة الوحش كما كتشوفوا معنا، التي لقيت إقبال كبير وأصبحت تلقى إعجاب الزوار. هذا المعرض اللي هو معرض الأبواب المفتوحة في دورته الخامسة والذي اتخذها هذه السنة شعار الأمن الوطني، مواطنة، مسؤولية وتضامن. كما قلت فهذه السيارة هي سيارة ذكية، سيارة بمميزات عالية جدا، ولقيت استحسان زوار المعرض اللي بطبيعة الحال أعجبوا وأثيروا بمميزات هذه السيارة الفخمة اللي بطبيعة الحال كما قلت تعد من بين السيارات الذكية جدا اللي كتمكن من التقاط البيانات بسرعة وبدقة متناهية قل نظيرها، وتعد المغرب من بين أول الدول التي تزودت بهذه السيارة في شمال إفريقيا بطبيعة الحال. أن هذه السيارة أيضا مزودة بطائرة درون، طائرة مسيرة عن بعد وتمكن من التقاط مجموعة من استعمالها في الحلقة. تشكل خطرا على العنصر الأمني حيث تقوم الطائرة بتشخيص الوضعية داخل منطقة التدخل، حيث يتبين من عندك يتدخل العنصر البشري التابع للأمن الوطني آنذاك. و بطبيعة الحال هذه السيارة هي الوحيدة حاليا في المغرب وفي المغرب الكبير شمال افريقيا، وتخضع للتجريب لمدة 6 أشهر، كما انها مزودة بعدة كاميرات ذكية، 13 كاميرا من بينها 11 كاميرا تلتقط صفائح السيارة، وايضا يتم التنقيط عن طريق الوجه كما كتشوفوا انتم. شوفوا هذه هي الكاميرات التي تلتقط يعني الصور كما كتشوفوا على المباشر، انتم كتشوفوا هذه الكاميرات الحديثة جدا والتي هي متطورة الى ابعد ما يمكن ان يتصوره العقل البشري. فاخر يعني كما كنقول اخر ما غنت ام كلثوم من الكاميرات الحديثة وأيضا من السيارات الذكية جدا. فهنيئا للمغرب بهذه السيارة التي ستمنحه الريادة دائما في التعاطي مع مختلف أشكال الجريمة ومتابعة وملاحقة كل الفارين والهاربين من العدالة. كما كتشوفوا هذه هي الكاميرات المزودة خارجيا لهذه السيارة التي تدعى سيارة جيت، وهي من صنع إماراتي 100%. وبطبيعة الحال فهذه السيارة هي الوحيدة التي دخلت إلى المغرب حاليا ويتم تجربها لمدة 6 أشهر، والتي لقيت كما قلت استحسان كبير جدا من طرف زوار المعرض كما كتشوفوا من خلال يعني أنهم أعجبوا بها ويلتقطون معها الصور والتذكارية، لأنها صراحة تحفة بكل ما تحمل الكلمة معنا. كما كتشوفوا معنا أنتم كتشوفوا أطفال صغار شباب شياب كلهم يتحلقون حول هذه السيارة التي هي السيارة الوحش أو سيارة جيت اللي بطبيعة الحال كتشوفوا يعني المدى ديال الحداثة ديالها وأيضا الفخامة ديالها. فهي السيارة ذكية 100% كما كتشوفوا معنا على المباشر هنا
من قلب الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. فقط هذه بعض المعطيات التي أسردنا لكم بخصوص هذه السيارة الذكية، السيارة المزودة بأحدث التكنولوجيا وأحدث التقنيات من كاميرات خارجية تلتقط وتنقط كل الأشخاص المبحوثون عنهم، وأيضا السيارات المخالفة للقانون كما كتشوفوا معنا على المباشر، فهي سيارة رفيعة من خلال يعني هذا البث المباشر.